السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. كشفت مصادر إخبارية موثوقة بأن اللاعب جوردان غوميز صاحب الأصول الجزائرية يرغب في حمل ألوان المنتخب الجزائري، حيث أن اللاعب جوردان غوميز من مواليد سنة 2004 بفرنسا ولديه أصولا برتغالية من جهة والده البرتغالي وأصولا جزائرية من جهة والدته وتحديدا من عائلة بن موسى من الجزائر العاصمة. كما تجدر الإشارة إلى أن جوردان غوميز قد تكون بنادي موناكو الفرنسي وهو يلعب في منصب وسط ميدان هجومي، وبإمكانه اللعب أيضا في منصب جناح أيسر، لهذا يفضل دائما تشبيه نفسه بكريستيانو رونالدو وهو يلعب برجله اليمنى ويمتاز بمستوى احترافي، مكنه من ضمان مكانة أساسية بصفة دائمة بنادي موناكو الفرنسي لفئة أقل من 17 سنة. ولقد تمكن خلال الموسم الماضي من تسجيل 5 أهداف وقاد فريقه لصدارة الدوري الفرنسي لفترة زمنية طويلة، ولقد أتقن العديد من المهارات الجميلة. والجدير بالاهتمام بأن اللاعب جوردان غوميز قد تم استدعاؤه سابقا للمنتخب البرتغالي لمرة واحدة، وهذا خلال سنة 2020، إلا أنه أكد في حوار صحفي بأنه يرغب في تمثيل الجزائر وهو ينتظر مكالمة الاتحادية الجزائرية فقط. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.